السلام عليكم بنات، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة ديالي، واللي غادي نشارك معكم فيه اول تبحيرة مع العائلة ديالي. فخليكم معايا باش تعيشوا معايا كل التفاصيل من اول حتى الاخر. ها هو جبته معايا. كما كتشوفوا الحبايب ديالي، البحر غزيو اليوم، عقبري رد حيت اليوم الغربي في الغالب كيكون سخون اللي كيكون شرقي. المهم اهم حاجه الانسان يستمتع باللحظه باش يستقبل الاسبوع بكل ايجابيه وبكل طاقه. حبايب ديالي، حنا جبرتونا بحرنا كلينا ولله الحمد، دابا جبرتونا غادي نجمعو الحويجات ديالنا وغادي نمشيو بحالنا. خديجة اجي اجي، كيف جاتك التبحيرة؟ زينة. نعاودها السيمانة اللي ما جا؟ ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. بعد ما عملنا الطينة ما فيها بس الا جرينا، ياك خديجة؟ ايوا دغيا دغيا، شوف شكون اللي يسبق. دغيا 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 دغيا، ولي ولي ولي، الله 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 الله. We'll be right back.
حيدا خديجه حيدا نكري انتنا يا اصلا الطوموبيلات كيدوزو كيطيرو كيف ما كتشوفوا هانتوا ماشي نيشان حتى غادي نخرجوا في بارادة التاكسيات باش نشدو التاكسي ديالنا ونمشيو بحالنا للدار ونتهلا معايا. دابا حبايب قلبي غادي نشارك معكم العشيوة ديالي. هنايا كيف ما كتشوفوا عملت زيت المائدة، حكيت تويمة، غسلت الرويز ديالي، هنايا عملت غير نص ديال الطاسة، عملت جوج ضما ديال كنور ديال الدجاج. بالنسبة للتوابل عملت شوية ديال الإبزار، شوية ديال الفلفل الأحمر عفوا، شوية ديال السكينجبير، وشوية ديال القرفة. دابا جبرتوني غادي نشلط البصلة بيضة وغادي نضيفها على الروز. عرفتوا كيفاش كتجي البصلة بيضة مع الروز الأبيض؟ مذاق ولا أروع. كنتمنى أنكم تجربوه وتردوا عليا الخبر في لي كومونتير. المهم غادي نمرقو وغادي نخليه يطيب لمدة 12 دقيقة. هذا هو الشكل النهائي الرويز ديالي، عملته في هاد الطاوة هادي. بطبيعة الحال السوداني ما كيخطانيش حيت بلا به ما يمكن ليش ناكل شي حاجة، ومع الكويست كوكا. بصحتكم وراحتكم، جربوه وردوا عليا الخبر إلا جابنين ولا لا. ودابا حبايب قلبي غادي نشارك معكم النتوج اللي توصلت به للعجوم. أنا غلطت في الموسم.
خاصني نخيطها. بعد محاولات فاشله كثيره اخيرا عرفت كيفاش نركب هذا الماشين بعد ما استعنت بفيديو فقط واحد على القناه ديال اليوتيوب. كنشكر بزاف هذا السيد هذا اللي حط هذا الفيديو، حيت بلا بيه ما كنتش غادي نعرف نركب هذا الماشين، حيت في الاول ما عرفتش منين بداها الصراحه، بزاف ديال البياسات فما عرفتش الصراحه كيفاش خصني نركبها. المهم بلا ما نطول عليكم، كيف ما كتشوفوا الماشين هيدا كتجي هو الشكل ديالها النهائي بعد ما كتركب. كيجي معاها واحد التليكوموند صغير هو هذا، هذا الزر ديال التوقيت، بمعنى شحال بغيتو هاد المروحه هذه تخدم لكم، والساعه المكانه 2 3 4 ساعات. الا بغيتو تشعلوها كتضغطوا على زر ديال سبيد اون. لو مود ديالها واش بغيتوها تحرك بطريقه بطيئه ولا بطريقه سريعه، ولا بغيتو تطفيو الماشين ديالكم فقط كتضغطوا على زر اوف للاشاره فقط. هاد التليكوموند هذا ما كيجيش بالحجيرات، انا جبرتوني عاد ركبت له هاد الحجيرات هادو الحجم الصغير كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نشعل حداكم باش تشوفوا كيفاش كتخدم. زعما الحجيرات باقيين عاد جدادين كيما زعما مبغاتش تخدم. الله فوالا. الجميل في هاد الماشين انها ما كتبقاش في اتجاه واحد، دائما كتغير الاتجاهات ديالها من اليمين للشمال اولا من الشمال لليمين. وبالتالي غادي نكونوا وصلنا لنهايه هذا الفيديو هذا، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيوه مع كاع الاصدقاء ديالكم. نتلقاكم باذن الله تعالى في فيديو قادم. بسلام عليكم.